أسرتي كلها ما فيش أي حد كان عنده أي كانسر قبل كده أو أي مرض. اكتشفت إن أنا عندي بريست كانسر في الستيج التانية. حاسس إنك مش قادر تكمل، حاسس إنك مش كفاية ومش مهم، ما بقتش عارف عايز إيه وإزاي هتوصل، والطريق مليان شكوك ومفيش أمل. ما يهمنيش اللي فات كان إيه، يهمني هتكون مين في اللي جاي. امسك قلم واكتب بداية قصة شجاعة، من أول صفحة هتكون عينك على الهدف. لو وقفوك عن حلمك، لو قالولك تستسلم، اقطع حبال الضعف وخلي كلام الناس وراك. ارمي خوفك وكمل مهما الدنيا جت عليك، هدفك قدام عينيك، وفي يوم وليلة هتلاقي نفسك وصلت. لكن كان جوايا الامل، كان جوايا الهدف، كان جوايا ان احساسي ان انا بالفعل الدكتوره فزه، مش ان انا هبقى الدكتوره فزه، وان كل اللي قدامي دي صعوبات ان انا مطلوب مني ان انا اتخطاها، مش انها تتغلب عليا. بص لنفسك امن بيها واقبلها، دي مفيش حاجه ثابته على حالها. يا علاج في علاج في علاج في علاج، ولما رجعت الحمد لله بقيت ماسك رئيس الاتحاد للملاحة الرياضية للتريلو، وده كانت أكبر إنجاز أنا عملته بعد الإصابة الحمد لله. الدنيا إن أنت تلاقي موهبتك، يعني أي بني آدم في الدنيا عنده موهبة أكيد، بس هو الفرق بين اللي بيكتشف موهبته واللي بيكتشفهاش إن التاني بيعيش ويموت، وللأسف هو ما اكتشفهاش بس هو أكيد عنده. ودايما بهية بتوعي الناس وبتنشر الوعي وبتنشر الثقافة، بتثقف الناس عن حاجة مهمة جدا لازم ياخدوا بالهم منها، وبتفرح الناس برضو، فدايما بخير ودايما بصحة كويسة. اسمعي، اياك في يوم تحس انك مش قدها، حب نفسك قبل ما اي حد يحبها، اصلك بشر مخلوق عشان تسيب اثر، هيحاربوك عشان مختلف، ما العقول دي مكربة، ايام هتكون مش قادر خد وقتك وارجع اقوى، افكارك هي سلاحك اعرف ازاي تملكها، الطريق للتغيير طويل محتاج طاقة ومعافرة، وانت قدها يا بطل. لو وقفوك عن حلمك، لو قالولك تستسلم، اقطع حبال الضعف وخلي كلام الناس وراك. ارمي خوفك وكمل مهما الدنيا جت عليك، هدفك قدام عينيك، وفي يوم وليلة هتلاقي نفسك وصلت. ما اقول لكم المجهود اللي عمله عشان الايفنت ده يتعمل النهارده، تقريبا انا ما عملتش اي حاجه خالص، انا جاي زي زيكم، وهو بهاء سفير حرس الجمهوريه.